لنا ها ما يعطينا مطلب. شو شفا؟ جالسة على الكنبة. شو تسوي شفا؟ سناب شات. عندي خبر حلو مفاجأة بناس الإجازة الصيفية. في خبر حلو من يومش انتي كنتي مزان تريدينه. بنسافر. صح بتسافريني؟ والله؟ هي. يا خلاص الله خلينا نجهز حق السفر. أي دولة؟ مالديف. أموت على مالديف. كنت من زمان بروح مالديف. شكراً. حبيبتي شفا تعالي. يلا خلينا نروح نجهز هيا حق السفر. متى بنسافر؟ اليوم الفجر بنسافر. يلا خلينا نجهز. يلا اوكي يلا خلينا يلا الحين بسرعه نجهز بعدين نروح السيارة نروح المطار ونسافر. بنروح مالديف. هذا اوكي خلي هاي النورة اوكي يلا يبيها يلا حلو صيفي ومناسب ما بتبي ملابس السباحة؟ طيب يلا شو بتبي شفا؟ هذا السباحة زين بدي هالمكان اوكي يلا شو ناقص؟ يلا خرج يلا يلا الحين بروح اجيب شنطتي يلا هاي شنطتي انا بنفسجية انتي خضره خلنا نروح المطار قبل ما تروح وين الطيارة يلا بقى ثلاث ساعات نجلس هناك ننتظر يلا خلنا نروح المطار شوفه مالي صراحة نسينا شوي توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يلا توكلنا على الله ما شاء الله شطور شفا ذكرتني لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان ربي سبحان لا. الذي سبحان الذي سخر لنا سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون يلا دعاء السفر لما نركب الطيارة أوكي شفا أوكي يلا بقينا 15 دقيقة نوصل المطار تنام يا شفا يلا يلا قربنا المطار شفا قربنا يا محلى المطار ضبطنا عيون شفا يلا سكر عيون شفا فتحي أروح يلا تعال شفا يلا فتح عيونه يا شفا نحن وين ايه شوف الاحلى لها فندق مو المطار شو شباب شو رايحة فندق تسعى شباب امشي لا خليها يلا تسوي جهزوا لنا ها ما يعرفون المقلب يلا لا تزعلوا المتابعين قالوا نسوي فيش هالمقلب نسوي مقلب شفا خلاص شفا يلا يلا خلاص خلاص لا تزعلي شو شفا شو تعالي وين رايحة تعال شفا خلاص يلا خلاص شوفوا يلا كم مقلب يلا لا تزعل خلاص ليش وديتي فندق
ليش انت ما وديتي المطار؟ يلا كان مقلب. مقلب سخيف. مرة الأولى سويتي سلايم باث، مرة الثانية سويتي مقلب في المطار. خلاص يلا شو؟ لا تصيح، بس يلا لا تزعل، إن شاء الله ثاني مرة. يلا وعد. ما بسامحش. خلاص سامحيني. خلاص. إن شاء الله يا رب لما تحين الفرصة نروح نسافر إن شاء الله معك. والله. إن شاء الله. تدعي إن نروح معنا. ها شو الجو؟ أريد أروح مالدي. جهزت ملابس، جهزت أثوابي، ما وديتيني صح؟ يلا خلاص شوفي، يلا مقلب كان، يلا متابعين قال لا نسوي مقلب شكل. خلاص متابعين مرة قالوا هم سووا مقلب سلايم، بس الحين قالوا مقلب لا. نسيت لما سويتيني مقلب الأغماء في العيد؟ شو؟ سوي مقلب الأغماء في العيد. يلا خلاص يلا قومي شوفي. كانت تعمل مقلب بنجاح. يلا شوفي لأنها زعلانة، ودينا شوي الملاحق. فعاليات في نطاطية، سناكات. مكيفة كبيرة صراحة. لا لا شو تحلق. يلا صراحة عالية فوق. يلا يلا قفز، يلا لعبي مع بعض، يلا لعبي يلا. لقينا متابعينا الله يحفظهم. واحد اثنين ثلاثة. دوري خايفة. شاري سلة. أنا خلاص بيلي ستوتش ما بزحلق. عيبتني الجلسة فوق. لا 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 لا. يلا. يلا يلا. يلا شدور يلا. هاي سنافة نقازية الساعة. لها ثوب يساعد على السحلقة. ها؟ ثوب لابسته يساعد على السحلقة السريع. درع. والله عينك شوف. وايس. هلا سامحتيني على المقلشة؟ يلا ما رضيت البس لاش ودرع عشان سامحها. يلا يلا بالعافية. الله يعافيش. شو بك؟ ازرق.